لحظه سلامه او نقطه نظام فيما يتعلق بالسلامه والامان، ثم بعد كده فيلم فيديو 3 دقائق يشرح اللي. مباشرة إلى منطقة التجمع الرئيسية رقم 1 وزاد. قلب نظام شبندرات من أكثر من 45 سنة، اللي حاصل إنه هذه الحوادث لا قدر الله لا تحدث على مصافي لتكييف البترول أو محطات لإسالة الغاز أو شبكة خطوط زيت خام أو منتجات بترولية. كمان حضرتك تعلم الدكتورنا موافقة على ال 1800 فدان اللي في جنوب الطريق علشان مصنع البتروكيماويات، وهو يبعد حوالي 8 كيلومتر فقط جنوبا. موضح لمعاليك. هتبقى دي معاليك، دي معاشات خاصة بشركة صحيح. باشمهندس الرطيم العامة، ونحن الآن في انتظار إشارة بدء أعمال الشحن. تفضل يا فندم، تفضل. تمام يا فندم، ابدأ الشحن. والله انا عندي لسه دي المنطقه الوحيده اللي فاضله جوانا دلوقتي، زي ما كنا بنقول انه حضرتك لسه ما خلصوش لسه معانا، ومن هنا بقى لغايه المجمع ان شاء الله 8 كيلو اللي هو 1800 فدان مسكن.